والكلمة لممثلي الجزائر. President, I wish to extend. شكرا حضرة الرئيس. أعرب عن عميق امتناني لكم لجهودكم لتنظيم هذا الاجتماع، وذلك للتداول بشأن مشروع القرار هذا والبدء فيه. القرار الوارد في الوثيقة S على 2024/173. مشروع القرار قيد النظر يعد تتويجا لمناقشات مكثفة جرت بين الدول الأعضاء، وبما أن مجلس الأمن هو الحامي الأساسي للسلم والأمن الدوليين، لا يسع المجلس أن يتصرف بسلبية في وجه الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة. بتقديم هذا النص، نيتنا هي أن نمكن المجلس ليوفي بولايته ويحمي الأرواح، بدءا بوقف إطلاق النار إنساني فوري. منح أعضاء المجلس وقت طويل للتداول بشأن محتوى هذا النص. أجرينا تدارسا متعمقا للمقترحات والتعديلات التي تلقيناها، مما أدى لما نراه نصا متوازنا، نصا قادرا على الحصول على دعم واسع النطاق. يتناول المشروع عناصر أساسية تشمل وقف إطلاق نار إنساني، وثانيا إيصال المساعدة دون عائق لكل أجزاء قطاع غزة، وثالثا رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ورابعا الامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وخامسا وأخيرا حتمية احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. حضرة الرئيس، طوال هذه العملية سمعنا دعوات لنعطي وقتا لمسار موازن، وذلك للحفاظ على ما يحظى به هذا المسار من فرص إذ أثيرت شواغل أن أي إجراء يقوم به المجلس قد يقود من هذه الجهود ويعرضها للخطر، ولكن انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، ولازلنا لا نرى بارقة أمل، بارقة تدلل على تحسن الوضع في غزة. الصمت ليس خيارا ممكنا، فحان الوقت للعمل وحان وقت الحقيقة. حضرة الرئيس، يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما. يمثل هذا القرار موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية، ومناهضا للقتل والكراهية،
التصويت لصالح مشروع القرار هذا يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة. على النقيض من ذلك، التصويت ضد هذا المشروع، التصويت ضد هذا المشروع ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين. التصويت الإيجابي على المشروع يجلب أملاً لمئات الآلاف من الأطفال الأمل في العودة للمدارس والتمتع بحقهم في التعليم. على النقيض من ذلك، التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت يؤيد القضاء على حلمهم في حياة أفضل. التصويت لصالح مشروع القرار يعني التضامن مع حق نساء فلسطين، في حين أن معارضة المشروع يعني قبول ممارسات مهينة تدمر كرامتهن وتقضي عليها. فضلاً عن ذلك، دعم مشروع القرار يعني تأييد حق الفلسطينيين في الغذاء، ورفض المشروع يشكل بالتالي موافقة على التجويع كأسلوب حرب بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين. التصويت لصالح مشروع القرار يعني دفاعا عن الحق في الحياة، الحق في الصحة، في حين أن التصويت ضد المشروع يعني القبول بانتهاك قداسة المشافي وإعلان بوفاة من فروا من المستشفيات في المقام الأول. حضرة الرئيس، لا يجب على المجلس أن يدعو مجرد دعوة لوقف إطلاق النار، بل يجب أن يكفل التزاما صارما من كافة الأطراف. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، إذ تتقلص قيمة وقف إطلاق النار مع كل دقيقة تمر. نقترب بسرعة من منعطف خطير حيث ستفقد الدعوة لوقف آلية العنف ما لها من أهمية وقيمة. اليوم كل فلسطيني هدف للموت والإبادة والإبادة الجماعية. لابد أن نسأل أنفسنا كم عدد الأرواح البريئة التي يجب التضحية بها قبل أن يعتبروا قبل أن يعتبر المجلس أنه من الضروري أن يدعو لوقف إطلاق النار. بالنسبة لنا، وأمل أن يكون بالنسبة لكل أعضاء مجلس الأمن، أن نعي أن حيوات الفلسطينيين مهمة، أرواحهم مهمة. لابد أن نقرر ويقرر كل منا على أي من صفحات التاريخ سنقف. شكرا حضرة الرئيس. أشكر ممثلة الجزائر على كلمته.